أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل نام عن صلاة العصر واستيقظ لصلاة المغرب، فهل يصلي المغرب أم العصر؟ رجل نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا على أذان المغرب، فهل يصلي المغرب أم العصر؟ صلي العصر الفائتة، صلي الفائتة أولا ثم يصلي المغرب، لأن الترتيب واجب، الترتيب بين الصلوات واجب. نعم. هل يصليها منفردا أم يدخل معهم في المغرب بنية العصر؟ صليها منفردا ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة المغرب. نعم.